الشعربان المقدادية طريق نهر المام حركة قدام. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. وللمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ضمن الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، تقدرون بأي لحظة من لحظات البرنامج تتصلون بنا حتى نسمع رأيكم بالموضوع اللي راح نطرحه. أما من خارج العراق وأيضا من الداخل إذا ما قدرت تحصلنا على أرقامنا المخصصة إلى العراق أو داخل العراق تقدرون تتصلون على ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة هنا، فعندكم أربع أرقام للاتصال، ذني الاثنين اللي كان طالع هنا ورقمين إلى الداخل ذني للاتصال، يعني إذا تريد تشارك ونسمع صوتك ونستانس بيك وتشرفنا بالبرنامج وتكون ضيف عزيز علينا بالبرنامج تتصل علينا على ذنيك الأرقام. أما هذا الرقم اللي تشوفوه هنا هذا رقم للمشاركة عبر الرسائل مثل ما تشوفون هنا، يعني ما أقدر أستقبل مكالمة واتساب، ما أقدر أستقبل رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل فيديو. لا تزعلون علينا، ما زالوا المشاهدين والمتابعين لقناة الرافدين إلى هاي اللحظة يدقون على رقم الواتساب، فإذا دقيت وما جاوبناك أتمنى ما تزعل علينا لأنه رقم الواتساب ما مخصص للاتصال. مشاهدينا الكرام، مثل ما حكينا بحلقات كثيرة من برنامج صوتكم، العراق بمشاكل هواية. كنا نتوقع ونتمنى من حكومة مصطفى الكاظمي أو أي حكومة سبقت حكومة مصطفى الكاظمي أنه تنهي قضية التغيير الديموغرافي أو التهجير للسكان أو استخدام سياسة الأرض المحروقة، لكن اللي دي يصير على أرض الواقع اليوم في فترة نهاية حكومة مصطفى الكاظمي وإلى حد الآن ما تشكلت أي حكومة جديدة رغم عدم مشاركة الناس في الانتخابات ومقاطعة الناس للانتخابات الماضية، لكن هم يردون يشكلوها عفوا بأي شكل، مثل ما قالت الأمم المتحدة، مثل ما قالت يونامي، مثل ما قالوا السياسيين، إنه شقد ما كانت نسبة الانتخابات لو 1% هم راح يعتمدوها. لكن اليوم لما نروح إلى محافظة ديالة ونلقي إنه أكو مجموعة ترتدي زي عسكري تختطف مواطن اسمه علم أحمد عبد اللطيف، اقتادت علم إلى جهة مجهولة باتجاه البساتين. لما نروح إلى محافظة ديالة ونلقي أنه أكو قصف بقنابر الهاون استهدف قرى شوك الريم والعبارة والحروب بمنطقة إمام ويس بقضاء المقدادية بمحافظة ديالة. لما نتابع محافظة ديالة ونلقي أنه أكو نزوح لسكان قرية شوك الريم بالمقدادية بعد انسحاب القوات الأمنية من القرية وخوف الأهالي من حدوث مجازر خاصة بعد القصف العشوائي للقرى. مصادر قالت أنه جميع سكان القرية قرية شوك الريم والبالغ عددهم 350 عائلة هجروا من قرية نهر الإمام اللي استلمتها الميليشيات فيما تم ترحيل العوائل التي لم تسكن أو التي تسكن في أطراف قرية الهواشة بعد نقلهم بالعربات العسكرية إلى منطقة حمرين. لما نتابع هاي الأخبار يتبادر إلى ذهني السؤال اللي يقول هاي العمليات أنتوا شلون تنظروا لها، تغيير ديموغرافي او لا؟ تغيير الديموغرافي اللي ما يعرف شنو معنى التغيير الديموغرافي او شنو تعريف هاي الكلمتين، التغيير الديموغرافي عفوا هو تغيير تركيبة السكان الاصليين لاي منطقة من مناطق العالم. يعني عندك منطقة معينة في محافظة معينة
أنت تريد تغير التركيبة السكانية مثلا، أنه هاي المنطقة يدينون أهلها بديانة معينة، فحتى تغير تركيبتهم إما تهجرهم وتسكن مكانهم ناس جدد، أو تبيد القرية بشكل كامل وتهجر عوائلها بحيث أنه ما يبقى لهم مكان يعيشون به. هذا تعريف التغيير الديموغرافي، هو تغيير التركيبة السكانية لأي منطقة من مناطق العالم. أنا حكيت بشكل عام، لا يجي واحد ويقول أنت ذكرت أنه يدينون بالديانة المعينة. تعريف. فيتبادر إلى ذهني، أنتوا تنظرون إلى هاي العمليات تغيير ديموغرافي لو لا؟ إذا كان لا، زين شنو اللي دا يصير بالمحافظات العراقية؟ وإذا كان إي، هل هذا يعني أنه قبل تشكيل الحكومة الجديدة أكو تغيير ديموغرافي جديد حتى تتغير المعادلات بالمستقبل؟ ليش هذا الإصرار على وضع المواطن العراقي موضع أن يكون هو الهدف؟ بالضبط اليوم المواطن العراقي يحس نفسه أنه عبارة عن لوحة، هاي اللوحة بها دوائر وبها زائد، وكو من دا يرمي عليه وصاير هو الهدف، واللي دا يرمون عليه ينتظرون اطلاقاتهم تخلص حتى يقربون الهدف ويشوفون اكو واحد صاب الهدف لو لا. ليش المواطن العراقي اكو اصرار على ابقائه بهذا الموضع؟ محمود من الموصل، حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استاذي، هذا العملية صارت نعم، انقطع الاتصال ويا محمود. اتمنى يرجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيه بالموضوع، لانه كان دا يدخل بالموضوع ويقول هذا الموضوع اللي صار، وانقطع الاتصال مع الاسف. ابو عبد الله من كركوك، حياك الله يا ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ألو. ألو. السلام عليكم. أبو عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي العزيز، إذا أمكنت نصيلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون تكون المكالمة أوضح. أخوي الغالي. ماشي حبيبي. ماشي قلبي، تفضل يا غالي. تفضل أخوي. الو 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 الو، تفضل يا غالي اسمعك. انقطع الاتصال يا ابو عبد الله مع الاسف، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. المرصد العراقي لحقوق الانسان قال انه مدينه المقداديه وقراها تتعرض الى حمله تهجير وقتل للمدنيين العزل، وحرق للممتلكات ولدور العبادة، وتجريف للبساتين والأراضي الزراعية بأيدي الميليشيات والأجهزة الأمنية. بداية، اللي يقرأ ميثاق أو معاهدة جنيف لحقوق الإنسان، ومن ضمن المعاهدة أكو نص أو أكو بعض المواد اللي تخص شؤون أو حقوق الناس في وقت الحروب. أكو بعض المباني اللي من المفترض حتى في وقت الحروب أن لا تمس من أي جهة، حتى من الطرفين المتعاديين، المستشفيات، المؤسسات التعليمية، وكذلك دور العبادة. لكن اليوم حسب المرصد العراقي لحقوق والحريات يقول أنه أكو حرق للممتلكات ولدور العبادة. ما أعرف شنو رأي الأمم المتحدة بهذا الشيء. محمد من الموصل، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام يا غالي. شلونك يا حبيبي؟ نشكر الله على كل شيء، تفضل يا أخوي. حبيبي كيف الحال؟ الحمد لله. انقطع الاتصال ويا الأخ محمد، نتمنى ترجع لنا ونسمع. يبدو أنه اليوم بالعراق أكو مشكلة بالاتصالات، بحيث أنه أي مواطن دا يتصل بينا دا ينقطع الاتصال، ونتمنى أنه نسمع رأيهم بحول هذا الموضوع.
المهم المرصد العراقي للحقوق والحريات يقول 23 قرية تعرضت لهجوم. تمتد تلك القرى من ناحية المنصورية على نهر سنسل وحتى ناحية بروانة، فيما يستمر نزوح سكان تلك القرى باتجاه مدينة بعقوبة خوفا من بطش الميليشيات بهم بعد انسحاب القوات الأمنية من قرية شوك الريم المحاذية لقرية نهر الإمام. وحمل المرصد الحكومة الحالية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي المسؤولية الكاملة عما يحدث في محافظة ديالى من جرائم، داعيا جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى الوقوف أمام حقيقة ما يحصل لسكان قرى المقدادية. أنا أحب يعني أشيد بما قال المرصد وتحميل المسؤوليات إلى الجهات المعنية، وكذلك دعونا لا ننسى أنه كل السياسيين اللي يعتبرون نفسهم من أهالي محافظة ديالى أيضا مسؤولين عن حماية المدينة وحماية المحافظة، وعليهم دور يجب أن ما ننساه. بس أنا خايف ليصير بهم مثل مصارب سليم الجبوري لما كان رئيس مجلس النواب ومنعه يفوت للمحافظة أصلا، ومثل مصارب حيدر العبادي لما منعه يدخل إلى جرف الصخر. أنا السؤال أنه هذا الأمر اليوم اللي دا يصير ليش رجع للواجهة من جديد؟ تغيير الديموغرافي جت فترة من الفترات، طش بالعراق والعالم حكت بيه، وتقارير صحفية وتقارير تلفزيونية وقنوات إخبارية عالمية ومحلية وصحف ومجلات ومراصد ومراكز حقوقية وإنسانية وحكومية وغير حكومية عالمية ومحلية اشتغلت على هذا الأمر، وخف هاي القضية خفت ونست بعض الشيء خصوصا بعد ثورة تشرين. اليوم رجعت إلى الشاشة من جديد الراجدية الطارمية هالسديالة، أكو تركيز على ذن المناطق، أكو تهجير لعوائل، هم من باب يردون ينهون قضية النزوح ويردون ينهون قضية المخيمات والنازحين الموجودين بالمخيمات، ويردون يرجعوهم بالإجبار إلى مناطقهم اللي ما تعمرت، وهسه أكو نزوح من مناطق جديدة. زين دولة إذا نزحوا راح يسوون مخيمات جديدة؟ لو ما راح يسوون مخيمات جديدة. أتمنى تجاوبوني على كل هاي التساؤلات. محمود من كربلاء، حياك الله يا محمود. ماك أستاذ، شلونك العمي؟ هلا بيك يا الغالي. شلونك أختك؟ نحمد الله على كل شيء. الموضوع أخوي العزيز هو التغيير الديموغرافي. اليوم أكو تهجير إلى قرى بأكملها، 350 عائلة من قرية شوك الريم مثلا بالمقدادية بمحافظة ديالى، كلهم هجروا من المناطق اللي هم أصلا سكانها. اليوم أكو بطش ببعض المناطق مثلاً الراجدية الطارمية ديالة، اليوم أكو خوف من القوات الأمنية أو من مجازر بعد انسحاب القوات الأمنية. هاي الأمور اليوم ليش رجعت للواجهة من جديد، خصوصاً أنه قضية التغيير الديموغرافي تخيل المواطن العراقي أنه هو قضى عليها أو تناساها بعد ثورة تشرين. أخ محمود تسمعني من كربلاء؟ نعم أسمع. فأتمنى أسمع رأيك بالموضوع أخويا. والله أنا هذا الشغل يعني ما قابل لي، ما تهجير يعني هذا شيء مفهوم. نعم. أولا هاي العوائل تأخذنا مناطقها وسكناها، بس إن شاء الله تكون بالأمين وترجع مو طبيعية. إحنا ما نقبل أي علاقة عز. أنت جيت على أستاذ. نعم. ان شاء الله ترجع الامور طبيعيه وترجع العوائل مكانها، وان شاء الله ما في شيء. يعني حشبنا الحادثه قبل كم ايام، يعني حيل قهرنا عليه، حيل قهرنا. نعم الله كريم. ايه صار زين اخ محمود، يعني انا عندي سؤال اتمنى اوجه لحضرتك. اليوم يعني يبدو انه القوات الامنيه او الميليشيات تصر على استخدام العنف باتجاه الاهالي، يعني المواطن أو العائلة أو الناس اللي عايشين بأي محافظة شنو ذنبهم بحيث هم اللي يتعاقبون على إساءات ناس آخرين، إن كان سياسي أو إن كان جهة إجرامية سيطرت على منطقة نتيجة يعني
عدم تمكن السياسي او العسكري من الحفاظ على الامن بديش المنطقه. ماذا اسمع؟ الصوت غير واضح. اخ محمود تسمعني هسه بشكل اوضح؟ انقطع الاتصال ويا الاخ محمود. كان المفروض يدخل ويانا من البصرة علي، لكن همنا انقطع الاتصال ويا، اتمنى يرجع لنا ونسمع رايه. اما الان محمود من الموصل، حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. انا قلت من قبل شهرين ومسؤول عن كلامي. اي نعم. هذه قلت لكم هذا خط التماس ايراني وقواعد ايرانيه تحصل جرف الصخر ودياله. نعم. هذه كلها مثبته بخريطه عند ايران. وانا مسؤول عن كلامي، خليج اخبار صحفي، هذه قاعد تدخل لايران تسوي قواعد صواريخيه بهذا المساكين. نعم. وما انتهوا. هذه شغله مدروسه، ضربوا في اللواء 400 الميليشيات الايرانيه. نعم. ابو عرفوا خلوا العالم يهدروا ايش راح يصير. انا قلت من قبل سنه ومن قبل شهرين حكيت لكم يا استاذ. قلت لكم هاي الشغله مدروسه، خط التماس ايراني يربط من زرباطيه الخانقين رقبة تحت، هذا يصير كل قاطع الى جرف الصخر، يريد يحجونه حكومه واحده ايرانيه. نعم. يقاتلون نفس كنا. وانا مسؤول عن كلامي، وهذه لا ضلت دواعش، وش جاب الدواعش؟ وش وين راحوا الدواعش؟ تجي دفع رباعي على عوائل هذا الاطفال، هذول السلام؟ هذول السلام؟ خلني مثل ما تفضل الصدر، طلع اليوم خلق أربع دوائر من سرايا السلام، خلوا باكر يخلق أربعة ويقعدون شوف الصين، يقعدون عدل وما يقعدون عدل، وإحنا أنقاتلهم، أنقاتلهم هذول الميليشيات. لعن ظل الطق صار عند سمها رباط حتى الشهير، وأنا قلتها واحدة بيها يصير خط عسكري ولا يجي يوم، قسم بالله ترى يقدر واحد يسوي البصرة والعمارة والناصرية وكلهم يحطونها. أنا مخططها من قبل، أنا العام قلت لكم بيها، قلت لكم هذا رايح في المراكز كلها، وقبل شهر قلت لكم الحرس الثوري أمانة الله على الحد يا قبل جرف الصخر قواعد تدريب وبكاتين قاعد يزرعون، يعرفون يشتغلون. إذا ما انقطع خط سوريا وانقطع بلوى عندنا خط سوريا ويخنقون هذه طويلة، هذا الطعس وهذا الحمام، وأنا ممنون منك وشكرا. شكرا، شكرا جزيلا لك اخوي العزيز. ام احمد من محافظه ذيقار، حياك الله يا ام احمد. انقطع الاتصال يا ام احمد، اتمنى ترجع لنا. ابو شيماء من بغداد، حياك الله. الله يسعدك حبيبي. ويسعدك يا غالي. استاذ هذا اللي يحكي هذا كله حكي مغالطات وحكي مال الفيسبوك، هذا يحكي الحرس الثوري وايران، يا حرس الثوري قل له شوف العالم وين انت، وين الحرس الثوري محتاجك، قل له انت مو محتاجك. زين، موضوع حلقتنا مين يتحدث، يتحدث بمعقوله. والباحث استاذ رجاء انك واحد البارح اتصل بيكم يقول هو كذاب، طبعا هو واحد دجال منافق. ابو شيماء، ابو شيماء انت سامع بمقوله كلام الليل يمحوه النهار، يعني انت مخابرني على حلقه البارحه لو موضوعنا اليوم اللي هو التهجير الديموغرافي. لا تجاوز على المرجع استاذ، تجاوز على المرجع. همينا راح اقول لك نفس الشغله، كان لو رايد كان خابرته بنفس اللحظه اذا انت متابع الحلقه، بس انا عندي موضوع اليوم، موضوع التهجير الديموغرافي. اما تجيني بحلقه البارحه وواحد يجيني بحلقه اول بارحه، زين شلون خلص حلقتنا؟ لا استاذ مو قضيتها هاي، بس المفروض واحد بيتحدث شوي يتحدث باخلاقه. المرجع الديني ما له علاقه بالسياسه، انا اقول هاي والله اخويا ابو شيماء. انت تقول ما له علاقه بالسياسه، لكن اليوم بالعراق هو له علاقه بالسياسه، يعني اذا تلاحظ انه لا. ها؟ بالعكس لو عنده علاقه بالسياسه كان ما استقبل اي واحد، قام ما يستقبل المسؤولين. سؤال، سؤال. انت تقول ما له علاقه بالسياسه، الحشد تشكل بفتوى من المرجع لو لا؟ طبعا هذا يعني العراق اوكي العراق مو انا انا دا انا دا اجي وياك انا دا اجي وياك قال قالت الخطب انه المجرب لا يجرب لو لا المجرب الفاتد قالوا اوكي يعني مدى مدى شيء قال المجرب لا يجرب لو لا لا
طبعا غالي. نطى فتاوى بخصوص الانتخاب ام لا؟ الانتخاب قال شاركوا وغيروا وجوه جديده. اذا لها علاقه بالسياسه، انت تجيني وتقول لي ما لها علاقه بالسياسه. استاذ العزيز هاي انتخابات واحد قد تدخلات الدوله بتصرفات الدوله ما لها علاقه. تمام انت صاحبي. زين ابو شيماء عندي موضوع التغيير الديموغرافي نحكي بيه لو ما يعجبك تحكي بيه. لا استاذ الحزيز، اولا هي الشغله الطائفيه، يعني اجوا هجموا على قريه شيعيه، قريه سنيه ما اجوا ضربوها، فشغله طائفيه، حتى هي الوضعيه كلها مال الشرق الاوسط والامه كلها شغله طائفيه. حتى بايران ليش يحاربوها؟ لان شغله طائفيه. ومنو الهجم اخوي العزيز؟ استاذ منو الهجم؟ الهجم الدواعش هجموا على قريه شيعيه بني تميم شيعه، هذول بصفهم سنه جو من قريته. سمعت بهذا الطفل اللي عمره 8 سنوات اللي انعدم؟ منو هذا؟ هذا منو الندم؟ هذا اذا تشوف التلفزيون طلعت لك صورته. منين عدم هذا استاذ علي؟ من قريه شوق الريم. شوق الريم عفوا بدياله بالمقداديه. استاذ علي صارت رده فعل يا ابن ارحم والديك، اكو ناس ما تحت حساب متحمله صارت رده فعليه، مو شغله يعني مقصوده هي. أوكي صارت أوكي, فعل. اوكي تعرف اللي ضربوه طلقات مكتوب على ردنهم بدر. هذا احنا سمعنا من هالكلاوات استاذ رفيق يرحم والديك. بدر جابوا يرحم امك والله العظيم. هاي التسقيطات لا متى تبقى يا استاذ؟ يعني همنا هذا العامري لما نقول لك عليه يقول انه اذا قال يعني انه حارب ويا ايران راح تقول لك كلاوات. حبيبي حارب صدام وحارب ايران يرحم والديك. استاذ ليش نعرفه ونعرفه؟ حارب ويا ايران. حارب. انا ما قلت لك حارب ايران. هي حارب أدري حارب ضد صدام مو ضد الشعب العراقي. رجل مجاهد هذا يعني شكك بجهاده. رجل مجاهد يعني بالحرب ما قتل أبناء العراق. ما قتل حبيبي، قتل صدام نظام كافر ملحد حاربه، ما حارب الشعب العراقي. الشعب العراقي ما له علاقة والله العظيم أستاذ رفل. إحنا يعني وقاعد ما يعرفها هي رحمه الله. ما أعرف ليش تقيسوها بهالصورة هذه، يعني ما كان أكو جيش عراقي عجبها وراحوا بيه شهداء. حبيبي نظام استبداد كان. إحنا أي مواطن كان إلا عنده نية راح حارب صدام. إحنا مو نحارب الشعب، إحنا العراقيين. بس نظام صدام قد ما عدم وقتل الشعب العراقي. تفضل أبو شيماء أرد أسألك سؤال. يعني صدق. إحنا افترينا ورجعنا على النظام السابق. أرد أسألك سؤال أريدك أنت تجاوبني عليه. الحال وراء 2003 أحسن من قبل 2003 لو بالعكس؟ حبيبي الحال نظام أي دولة تتعرض لاحتلال يصير بها مشاكل. هاي واقع حال ما بها مجال. أي نظام بالعالم يصير نظام يتخرخد والحدود تنفتح يصير بيه. هاي شيء واقع حال. بس كنظام دكتاتوري كان وقاتل ويومية أساني ما يعني أنت تقول لي احتلال. أوكي 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 منو جاب الاحتلال؟ مو هم ذولي؟ حبيبي يا أبو صدام احتل الكويت وعلى مود الكويت. والله شنو امريكا حبت الشعب العراقي يرحم والديه. بس ابو شيماء على كيفك يعني انا اسالك سؤال انت ترجع لي على صدام حسين. انا دا اسالك الاحتلال الامريكي. الاحتلال الامريكي اللي الامريكان وبوش واوباما وترامب وتوني بلير والعالم كله يقولون الاحتلال الامريكي للعراق بني على كذبه. كذبة أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. هاي الكذبة اللي روج لها أحمد الشلبي وأياد علاوي ونور المالكي وإبراهيم الجعفري وهادي العامري وذولا اللي يسمون نفسهم معارضة عبد العزيز الحكيم محمد باقر الحكيم في مؤتمرات مدريد ومؤتمرات لندن ومؤتمرات واشنطن ونيويورك. زين هذولا مو هم اللي جابوا الاحتلال ودمروا البلد على كذبة؟ استاذ العزيز احنا بالداخل احنا عايشين احنا ولد الكلمه اللي حرفها خيه. احنا عشنا بالبلد قلنا العراق لانه من حروبه ويوميا محارب لدوله دزعنا. قلنا حتى لو يجون اسرائيل يخوض يحكمونه. يعني هاي واقع حال. احنا مو صفقنا الامريكان من جوه. ليش ننكر هذه الحقيقه؟ يعني خلصونا منو مخلصينا من خلصونا. يعني طلع ما اذانا يوميا بحروب حصار بلد تدمر اقتصاد تدمر. وهاي الشغله اللي صارت الاقتصاد. يعني هسه الاقتصاد تحسن طبعا. ليش بالله خير من الله تبعوه وخير من الله والعالم. زين اوكي اوكي الاقتصاد تحسن. باو راح اعطيك ارقام الزراعه. الزراعه قبل كانت عندك اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل ومن ضمنها الشلب والعنبر والطماطه والباقله وبعض المنتجات الزراعيه والحنطه والشعير.
الصناعة كانت عندك الجلود وكانت عندك معمل تايرات وكانت عندك معمل سيارات بالإسكندرية وكانت عندك معمل أدوية بسامرة وكانت عندك معامل كثيرة. الأهوار مجفت والأنهر اللي كانت تجينا من إيران مجفت ولا نهر جف. أيضا كانت عندك معامل أكثر من 5000 معمل في تشتغل بالدولة ومشغلة موظفين. لكن في زمن الحكومات اللي أنت تقول اللي تحسن الاقتصاد بيها هم وزرائهم يقول لك عندنا قرار من إيران إنه ما نفتح هاي المعامل وما نفتح هاي الصناعة وما نفتح هاي التجارة. فشون تقارن لي إنه الصناعة أو الاقتصاد العراقي اتحسن؟ أبو شيماء انقطع الاتصال ويا أبو شيماء كالعادة. أبو شيماء يدخل ويانا وينهزم بلحظة. أبو مازن من بغداد حياك الله. تفضل أخوي أبو مازن. أبو مازن أيضا انقطع الاتصال ويا أبو مازن. مشكلة الاتصالات طبعا هي مو من أخواننا الأعزاء المتصلين بالبرنامج، هي قضية الاتصالات العراقية ومشاكلها واللي ديعاني من أدى الشعب العراقي، واللي هواية حكينا أنه الشعب العراقي ديعاني من قضية الاتصالات لأنه دي يدفع وما دي حصل خدمة. أم أحمد من ذقار رجعت لنا مرة ثانية، حياك الله يا أم أحمد. أم أحمد انقطع الاتصال يا أم أحمد. أبو راشد من عمان حياك الله يا أبو راشد. تحية لك أخ أسد والمشاهدين المحترمون. حياك الله يا أخي. يا أخ أسد حياك الله. عم أبو راشد معني؟ واضح؟ واضح. طال عمرك برد على الأخ أبو شيماء، بس أنا محترم يعني ما راح أغلط ولا شيء. كل الاحتلال الأمريكي إلى العراق كان مسبق وزير الخارجية الإيراني اللي هو الفرس النجوش مع وزير الخارجية الأمريكي في فيينا قبل احتلال العراق في سنتين متتاليتين، ونذكر التاريخ بالضبط. ما حدث للعراق كل تحالف إيراني صهيوني أمريكي واضح. بالنسبة للاحتلال الإيراني الحالي طبعا ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الدليل على ذلك إن ما حصل بالفلوجة اللي هو تدخل طال عمرك المناطق الغربية في المظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي. تدخل أيامها طال عمرك الفرس النجوس، والآن حاليا الوقت الحالي تسمعني أخ أسد ولا لا؟ والوقت الحالي إن المظاهرات في طال عمرك اللي هم المعتصمين في المنطقة الخضراء هذول هم الطرف الثالث اللي ضرب المتظاهرين في تشرين قبل سنتين. أعلم ذلك. أذكر أبو شيماء طال عمرك من اللي قتل المتظاهرين 800 شهيد طال عمرك و 22,000 جريح، والسبة هذول هم الطرف الثالث اللي هم الآن في المنطقة الخضراء. وأكد لك وأنا أثبت على كلامي إن قبل يومين مسبق حرس ثوري إيراني 1500 عسكري من حرس الثوري الإيراني يحرس المنطقة الخضراء. وبالنسبة حق الصدر ما هو ما قال قرصة إذن لما يدس المنطقة الخضراء قبل سنتين وقتلوا منه 7 أفراد من طال ميليشيات الصدر، وين راح احتكف؟ احتكف في إيران، احتكف في إيران لمدة شهرين. فهذا الصدر هو تابع ولاء إلى إيران واللعين المكفون في قم. نعم. شكرا ويعطيك ألف عافية. شكرا شكرا لك أبو راشد. أبو عراق من الفلوجة حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ أسد. حياك الله أخوي العزيز. أنا بس أريد شوية تعقيبا بدون تجاوز. نعم. الأخ أبو شيماء بس أريد أفتهم منه وين عايش هو هسه، وين عايش؟ إذا ما جور بفلوس نرجو من عنده لا يتجاوز. يعني البارحة وأول بارحة يقول ذول المتظاهرين ولد السفارات، يقول قبلها يقول كل إنسان يعبر عن رأيه. يعني هو ليش يتجاوز على المتظاهرين دول ولد السفارات اللي جاي شايل العلم ويطالب بحقه؟ هذا أقول علي، أقول دعفي، أقول ولد السفارات. عيب مو عيب يا أبو شيماء، خل كل إنسان خلي يستحى على نفسه. يعني أنت ما جاي تشوف هسه الميليشيات اللي جاي تسوي هسه اللي سوت بديالة واللي سوت قبلها واللي سوت بالصقراوية؟ يعني ضميرك وين أبو شيماء؟
شوية حرك ضميرك، هذا شعبك ترى هذا، وهذا عراقك انت، لا تخلي ولاءك يكون لغير دولة، لا الإيران ولا السعودية، خلي ولاءك يصير لعراقك، هذا عراق اللي ربى أبوك وربى أمك وربى عمامك وربى قرايبك، هذا ليش يكون ولاء لغير دولة؟ ما أطز بالدول البقية، خليني حرصي على عراقي، هذا عراقي، عراقي اللي عاشوا بي أهلي وتربيت من عنده، خلي ولائي إله، خلي الإنسان يراجع حساباته شوية، ما كافي عاد مجاملات، ما كافي الدول، عمي ما لنا شغلة بالدول، خلينا جروحنا هذنا نلمهن بيناتنا يا أخ أبو شيماء، ما ذولا مال المغدادية، يعني ما تحرك ضميرك عليهم، ما قلت منين جموا ذولا، نزلولهم من السماء، ما كافي أبو شيماء، ما كافي. نعم. خل كل إنسان يخلي ضميره يحكي، وأنت بتتجاوز على المتظاهرين، ليش؟ وذولا متظاهرين وشباب مو متأذوا، عمي ما طلعوا ذولا، أسألك بالله أخوي أستاذ أسد ولو طولت عليه، هذا المتظاهر لو شبعان وعنده وظيفة ويطلع يتظاهر، بس سؤال أسأل أبو شيماء. نعم. إذا أنت يا أخي أبو شيماء مستفاد من الحكومة فخليك وحدك، قول عمي أنا مستفاد، خلي هاي العالم الطالب بحقه، شي يريد هو هذا المتظاهر، شي يريد مي، يريد كهرباء، يريد وظيفة، أسألك بالله عليك يا أبو شيماء، راح حلفك أني، أسألك بالله عليك، كم واحد هسه عنده شهادة ومعلقها ببيته وحاطه شمبر مال شاي وبيع، وأنا آسف أخوي أستاذ. حياك الله أخويا، شكرا لك أبو عراق. كان المفروض يدخل ويانا محمد من الأنبار وأم أحمد أيضا من ذي قار، حاولت تتصل بينا مرة ثانية لكن قطع اتصالهم، أتمنى يرجعون لنا. أما الآن عماد من بغداد، حياك الله يا عماد. حياك الله حبيبي. حياك. أنا بس أريد من أبو الشيماء أقول ترى مشتري عمي شراية، يدري هو ولا ما يدري، يحكي لي على الاقتصاد يقول لي هسه عمي دراسة هي فاشلة، هسه عوفنا من الاقتصاد وعوفنا من كل شيء، لا دراسة لا مي مال زرع، وين هو وين عايش يعني، يعطي شيء وهيك الحالة بس يطلع يحكي وايه نعم. نعم. تسمعني يا عماد؟ ايه اللي يطلع يخابر ويعم على باقي الشعب، عمي ترى الشعب منتهي. صحة ماكو. تروح للمستشفيات ما عنده، قبل كان حبراس، حتى حبراس ما عندهم. نعم. يعني بس تقص الباص ويقول لك من برا حبيبي روح جيبه. ما عندهم. نعم. يحكي وراك. عيب يعني حتى يطلع يحكي، ما ادري يعني شو تقول له هذا، ما ادري. نعم. اصلا شغل مي عن كهرباء مي فاهم. نعم. قام يقطع الاتصال اخ عماد وبدا الصوت يروح من عندي. شكرا جزيلا لك اخ عماد. ام احمد من ذي قار رجعت لنا مره ثانيه، حياك الله يا ام احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. يوم السلام تفضل. عليكم عاد روحي. عليكم احنا السلام. قلوبنا على دياله. نعم. احنا قلوبنا على دياله، قلوبنا ويا دياله. نعم. احنا مش هم هذول الميليشيات، ما راكل ميليشيات، امك كتله ولدنا بالناصريه هنا. نعم. الو وياك يمه، وياك. ايه صح. انا ام شهيد. الله يرحم ما فقدتي بالثوره هاي، بالثوره هذا بالثورة. الله يرحم ما فقدتي يا رب. يكتلون بدياله، اي مثل ما سووا هنا يكتلون غادي نفس الشيء. اي ام نعم. يلا الله وياك. هاي شكراً. انا قلب شكرا لك ام احمد، وان شاء الله يا رب يرحم ما فقدتي وتلاقي بجنان الخلد. بالنسبة لأبو شيماء، بما أنك متابع مجد إلى برنامج صوتكم، أنت تقول المواطنين العراقيين كذابين، الحرس الثوري ما قاتل بالعراق ولا أكو قتال، بس دزوا مستشارين. أحب أقول لك حبيبي العزيز، بالنسبة إلى آخر إحصائية
تقول انه عدد قتلى حرس الثوري والميليشيات الايرانيه وقوات الباسيج اكثر من 300 قتيل واضافه نحو 600 جريح اصيب باعاقه دائمه، نصف يعني 300 منهم صاروا باعاقه دائمه، ومن ضمنهم 69 جنرال وضابط رفيع. اخذ هالاتصال واعطيك بعض الاسماء. حميد من الفلوجه حياك الله. الله يخليك استاذ سواري، هلا بيك يا الغالي. الله يخليك. تفضل يا اخ. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا، تفضل. طبعا الكلام هذا ابو شيماء رايي اخويا العزيز، هذا رايي لابو شيماء. اذا امكن اخ حميد تغير لي المكان لان ما اسمع زين. اعتذر منك اخ حميد، وشكرا، شكرا جزيلا لاتصالك ببرنامج صوتكم، بس صدقا ما دافتهم شيء نتيجه ضعف الشبكه. من المصادر اكو 69 جنرال وضابط ابو شيماء، من ضمنهم معارك بتكريت والفلوجه وجرف الصخر وسامره ما بين 2014 و2016، تراوحت رتبهم العسكريه جنرال عميد عقيد رائد نقيب ملازم ودعش يحملون الجنسيه الافغانيه ويقاتلون كمتطوعين مع الحرس الثوري. اتمنى اخويا المتصل بس اسمح لي بهاي، من ابرز قتلى الحرس الثوري الايراني ابو شيماء الجنرال حميد تقوي نائب قائد فيلق قدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بذيك الفتره، واحد مؤسسي الحرس الثوري الايراني بالثمانينات العميد محمد رضا حسيني مسؤول استخبارات الحرس الثوري، قتل قرب مدينه سامراء بصلاح الدين، العميد صادق ياري كلدرة اللي قتل بتكريت، والجنرال مهدي نوروزي وهو قائد عمليات الخاصة الإيرانية، والعقيد الطيار كمال شيرخاني، والعقيد الطيار شجاعة علي، وعشرات الضباط الإيرانيين الآخرين. وتجي حضرتك تقول لي الحرس الثوري ما شارك بعمليات قتالية داخل العراق. صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسل. حياك أخويا. احنا يعني خير دليل على مشاركة الحرس الثوري في العراق، عراق عامة يعني بكل المناطق، هو قاسم سليماني المقبور اللي انقتل داخل العراق. يعني شنو تواجد قائد حرس مع ابو مهدي المهندس اللي هو كان على الحشد الميليشياوي؟ اذا تواجد القائد ايضا ويا جنود ويا ضباط ويا غيره، هم اللي يديرون كل المعارك الطائفية والعنصرية بكل المناطق اللي يسموها مناطق التحرير، بعد سقوطها بيد داعش بسبب الاهمال الحكومي، اهمال المالكي، وسلمها الى مجاميع صغيرة من داعش، سقط 6 محافظات في سبيل يتم تدمير هاي المحافظات بالكامل. يعني مع عادين العدة الى التغيير الديموغرافي في كل المناطق السنية، وعندنا مثلا الفرحاتية، وعندنا حاليا الطارمية، وعندنا ديالة، وعندنا جرف الصخر، وعندنا سامراء، وعندنا القرى اللي قريبة على سامراء محايدة مع الفلوجة والصقلاوية، ايضا صار بها تغيير ديموغرافي. ان مشروع الحرس الثوري اللي جاي ينفذون الحشد هو مشروع يعني مسبق ومعد سابقا، هو افراغ المناطق السنية من اهلها، وهذا اللي جاي نشوفه على واقع الحال وعلى الارض. فهذا اللي حصل في دياله، احنا مستغربين من هاي المجاميع الصغيره الارهابيه اللي يسموها داعش، مستغربين وين الجيش اللي موجود بدياله اللي هو عنده سيطرات وعنده حواجز وعنده افواج ومقرات افواج وسرايا في قريه الرشاد، شلون دخلهم هاي المجاميع والجيش موجود والشرطه الاتحاديه موجوده وجهاز مكافحه السنه هم موجود وافواج الطوارئ المحافظه ايضا موجوده، شلون دخلت هاي المجاميع الصغيره وقامت بجريمه الرشاد اولا؟ واما رده الفعل من بعض اللي المنتسبين الموجودين من ابناء التمايمه مو الكل والحشد اللي ثارم ثاني يوم وسوهم جرائمهم البشعه بحق الانسانيه من اطفال، قتل نساء واطفال وشيوخ، وحرق منازل وحرق جوامع وحرق ممتلكات وتجريف البساتين وحرقها. يعني ردة الفعل وين الجيش والداخلية؟ إذا الجيش والداخلية مخترقات من قبل هاي الميليشيات. يعني لو أكو تواجد أمني وأكو خطة أمنية وأكو سياسيين بالمحافظة، سياسيين اللي يقول لك إحنا سياسيين نمثل محافظة ديالة اللي هم عددهم يمكن 3 الخميس الخنجر وغيره، وأكو أسماء لهم،
وينهم وينهم من تصريحاتهم يطلعون يسمون الأسماء بمسمياتها، مثل يطلع يقول منظمة بدر الإرهابية هي اللي جايب أمر إيراني من قادة الحرس الثوري جاي يسوي هاي الجرائم البشعة، لأن هم خسروا بالانتخابات ويريد يعوضون. إن يقول لك أكو بعد لحد الآن جميع إرهابية من داعش، فإحنا تواجدنا في سبيل يدافعون على الأرض والعرض المزعومة. كل ما واحد يحكي وياهم يقول لك الأرض والعرض، أي أرض وعرض وأنتم اللي جاي تقتلون، أي أرض وعرض وقانون وأنتم تسمحون المجاميع صغيرة من الإرهابية داعش إن يقتلون بالناس الأبرياء. إذن أنتم الحكومة مخترقة وحكومتنا إيرانية وما عندنا لا جيش ولا شرطة، والدليل ما ألقم القبض على كل المجاميع اللي موجودة الإرهابية اللي قامت بالقتل. نعم. يعني هاي يعني ما نعرف شو نحكي إيراد لنا أسبوع نظل نسولف بهذا الموضوع. في بعض من الأشخاص يفتحون مخهم ويعرفون أن الإرهاب هذا إرهاب حكومي، والغاية من عنده هو التغيير الديمغرافي بهاي المناطق مثل قرى نهر الإمام واللي محواليها تم تهجير أهاليها بالكامل، هو هذا اللي يريدونه، هذا مشروعهم القادم. نعم. شكرا لك أخ صباح. كان مفروض يدخلوا أنا من بابل أبو حسين بس انقطع الاتصال وياه. أما الآن أبو علي من الناصرية، حياك الله يا أبو علي. الله يساعدك يساعد مشتاقين عاشم شافك، شلونك؟ ويساعدك يا الغالي، تشتاق لك الجنة والعافية، تفضل يا غالي. الله يخليك، مشتاق لك وايا. تشتاق لك الجنة حبيبي. أنا عزك وايا ساد. الله يخليك رحم الله والديك. حبتك العافية أخوي على راسي. أخوي يعني هسه أقول لك الكراهية هاي اليمن، هسه أبو شيماء قل له مو عراقي، يعني ليش هسه أنتم بيناتكم تسوونها يعني زين الطائفية والعداوة؟ لأن حتى الله ما يقبل، الله يحب السلمي. أيها الوزراء، أيها الشيعة، أيها السنة، أيها الكراد، شنو الطائفية؟ أنتم عراقيين هوية واحدة، يعني شنو هالمشاحنات هاي؟ شنو النفاق التراشق؟ أنا هذا هيكي، أنا هذا ما أحبه، أنا هذا مثل شنو؟ أنت عراقي، أنت مو عراقي، أنت باكر من تموت وين يدفنونك؟ مو بالعراق يدفنونك، لو بإيران يدفنونك، بإيران يدفنونك. انت لما تحكي هاي كلها فتن اسرائيليه وايرانيه وامريكيه، ان الفتن حذر من ماكو النبي حذر من عذر رسول الله، قال الفتن فتاكه. الله يحب السمي، الله يحب، ما يحب الحقد، ما يحب الظلم. ايها الوزراء، ايها الفاسدين، ايها الوزراء، ايها الظالمين، مولاكم النار الجحيم. انت باكر الله ما يحبكم. انت ايها الانسان من يشيل الجنازه، انت باكر تموت، انت باكر وراك موت، يعني لا تفيدك اموالك ولا تفيدك اولادك. انت ليش تسوي هالظلم هذا؟ انت تموت، ما تموت اليوم باكر تموت. يعني ليش انتم العراقيين تسوون شيء؟ يعني واحد عشان مثل هذا ابو شو اسمه شيماء من يحكي يقول والله ماكو ايران، لا اكو ايران، ليش ماكو ايران؟ ما يقارب، يعني أقول لك هو إيران ويانا، لأن إحنا لا نريد، شوف لا نريد هنا جسمه لا إيران ولا إسرائيل ولا أي واحد يعني يدخل بالعراق. زين شنو النفاق هذا؟ يعني شعب هذه الحالات من النفاق، زين هذا النفاق كله من إسرائيل، من أمريكا وإيران. شنو الفتن هاي؟ يعني هذا جسمه هذا من أشبه شيماء يقول يعني ماكو شيء. زين هذا الموت جاي يصير الدماء من 2003، التليفون انترست، حتى التليفون انترست يعني موته. هاي الشباب التنايمة جول التراب، زين نايمة يعني ابو شيماء يعني ما يدافع البلد، انت دافع البلد. شوف بلدك، لا شوف لا اعمار لا بناء، زين لا وطن لا اسلام. يعني دولة لما يقول لك انا طبا، يعني تقدميهم ذولة القادة يقول لك أنا والله مجاهد وطبا تسمه، أنا طبا الآخرة. أنت ما طب الآخرة، الله يحاسبك، الله يحاسبك بالدنيا والآخرة. أنت مثل شعب السني، السني مو الدولة العراقية، مو عراقي، مو عايش بهذا البلد. أنت يا أبو شيماء يعني أنت ليش تدافع الغير؟ أنت دافع البلدك، دافع الناس هاي الموتة المجاعة. حياك يعني حياك الله أبو حسين أبو علي عفوا، وأشكرك على هاي الرسالة الجميلة، ونتمنى أن الشعب العراقي يكون إيد واحدة حتى يدحر كل عدو يحاول يعبث بأمن هذا البلد.
رسالة واتساب تقول: السلام عليكم على القناة المجاهدة البطلة. أخي أفل ديالة تهجيرها مثل جرف الصخر، لأنه يردون معسكرات الميليشيات الإيرانية ذيلهم، لأنه العامري مستلم الثمن هو ومعه الأولاد، فهو خان الأرض الذي تربى وتعزز بها ونكرها. أمس الذي تكلموا وساعدونا، فهذا كله بخيرات العراق، ما حد ساعدنا، احنا ساعدنا أنفسنا وهؤلاء ذيول إيران. أخوكم من بغداد. وعندي تحية إلى قناتكم البطلة الحرة الشريفة يا أخوان، يا عشائر كافة العشائر بالأخص للشيوخ الكبار. يا أخوان تظاهروا، فللشيوخ الأبية وأبنائكم يتكتلون بدياله، مو إلا من عشيرتك فهذا ابن العراق، فكافي ذيول الإيران وما ساعدنا أهالي دياله فهذا العراق بريء منه. فكل واحد قاعد بالديوان عيب عليه، لأن أهالي دياله محتاجين مساعدتنا مع الأسف. لعقال يكون موجود والاخوان يتقتلون وقاعدين. ام قسور من بغداد، حياك الله اختي العزيزه. بخصوص ما يجري داخل العراق الجريح، فالذنب كله يقع على عاتق طائفه لا ارغب بتسميتها احتراما لحياديه القناه، لكن يرمز لها انها اسرفت في استخدام بطاقه الضريبه الاستباقيه اللفظيه تقتل ثم عفوا اخي العزيز، هاي الرساله انا ما احب احكي بها، لكن اليوم ما يحصل في العراق هو نتيجة وجود ثلة سوقوا إلى العالم أنه العراق يمتلك أسلحة، ومن ثم دمر البلد بعد سيق كذباتهم إلى العالم أجمع، وبعد ذلك دمروا البلد بسواعدهم وسواعد مساعديهم. السلام عليكم، ممكن مشاركة على البث؟ جزاك الله خير أخوي العزيز، إذا تريد تشارك أي فيديو، الشريط الأبيض هذا اللي يفتر جوه اللي بيه معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، قبل أكو رقم اسمه نافذة أنت ترى تقدر تدز عليها. السلام عليكم، أنا بس أحب أقول كلمة، هادي العامري انتظر الحساب ولو بعد حين. رسالة ثانية تقول: السلام عليكم قناة الرافدين العزيزة، أستاذ أفل هذا أبو شيماء بس يريد يستفز البرنامج، هذا من المفروض ألا يدخل على هذه القناة، وشكرا. فاتن من ألمانيا، أخت فاتن أشكرك لرسالتك، لكن لا بالعكس، أبو شيماء وباقي المتصلين هم أخوة أعزاء إلى البرنامج وأصدقاء أعزاء عفوا للبرنامج وأخوة عزيزين، ويستطيعون الدخول بأي لحظة حتى يقدرون يقولون رأيهم وهو حر برأيه. السلام عليكم، أريد منكم أن تتكلمون عن هيئة الضرائب بالبصرة، أكو بنايات من سنة 99 ما مصححين جنس البناية وباقي اسمها بالضريبة وهي عرصة، وبالحقيقة هي بناية مأجرينها كوفي شوب بجبيلة. إن شاء الله أخوي العزيز نحكي عن هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، التهجير الديموغرافي هو وجه من أوجه الإرهاب اليوم في العراق، الإرهاب اللي يدار بأيدي الحكومة فهو إرهاب حكومي. هذا الوجه اليوم هو اللي دي يدمر البلد ودي يفتت البلد ودي يفتت لحمة البلد، وإحنا نريد نرجع البلد إيد واحدة، وعليه يجب أن نرجع مرة ثانية إيد واحدة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، في أمان الله. We'll be right back.